صراحة أنا أجيت لهون يا رانفير لخبرك أني واقفة معك، وما بدي إياك ترجع على هداك البيت أبداً طول ما كل شي عم بصير مثل ما بدهن هدول البنات. يمكن تتضايق كتير وتقول لحالك ليش أمي عم بتحاكيني هيك هلأ؟ يلي عملته مع راشي بصراحة كان كتير سيء، بس أنت ما بصير تعاملها هيك لراشي. ما بدي أسمع شي عن راشي أمي، أنا بس بدي رانو وبأي طريقة. وأنا كمان بدي أشوف ابنك أنت وبأي طريقة. هذا ابنك وهلأ راشي حامل فيه. إيه رانفير، راشي حامل. رانفير يا ترى أنت فكرت شي يوم أمك شو بدها؟ نحن بعائلتنا كل واحد بياخد اللي بده إياه. أنت بدك رانو ورانو بدها أختها باني، وأخي جاي بده باني والولاد، وراشي بتقول إنه بدها الولد وبس، ما حدا بيهمه جيازة. أنا بدي شي يعوضني عن ابني ساهل. ابنك يا رانفير رح يعوضني عن ساهل. الله يخليك أعطيني ساهل. رانفير اسمعني، بس يجي ابنك أنا رح أعطيه كل السعادة الموجودة. الله يخليك يا ابني، حقق لي هاي الأمنية، ما بدي منك أكتر من هيك. أنا بترجاك ابني. أمي أنا بعرف بشو أنت عم تحسي، بس أنا ما فيني إنساها لرانو، ما فيني إنساها. أمي أنا ما بعرف شو بدي ساوي مشان أحصل على رانو. لك أنا هلأ بوعدك يا رانفير إنك رح توصل لرانو، بس أنا بدي منك شغلة. أنا بدي منك تعطيني ساهل، وبدي منك توعدني إنه تعطيني إياه. بس كيف بدي يصير هاد الشي؟ أنت هلأ اترك لي الموضوع إلي، بس أنت رجع على البيت ولازم تساوي كل شي أنا بقوله. توعدني رانفير؟ أختي أنا بدي أحكي معك شغلة. أنا بعرف في هالوقت إنه نحنا مو مرتاحين مادياً ومتضايقين كتير، وإنتي عندك مشاكل، وما بعرف إذا كان لازم أحكي معك بهذا الموضوع أو لا، بس إذا ما خبرتك هلأ بالموضوع ما رح أسامح حالي أبداً. رانو، إنتي شو بدك تقولي؟ شو المشكلة؟ أنا بعرف إنه صعب تسامحيها لبيا بعد كل شي سوته معك، وبعد أبونا ما مات إنتي اللي شلتي همنا وتحملتي المسؤولية كمان، بس بيا اختارت الطريق الغلط، والأذى اللي سببت لك يا حتى العدو مستحيل يساوي. بس هي هلأ بحالة ما بتسمح لأبداً أنها تحس بالندم. خبرني الدكتور أنه إذا أخذناها على المكان اللي تربت فيه يمكن الطيب. لهيك أنا خطر لي يا باني أنه بركي نحن مقدر ناخذها على جبل آبو، وبصراحة أنا ما بحق لي أطلب منك تيجي معنا. هلأ أنا بدي إذنك، بس أنت اللي علمتيني أنه لازم سامح الناس اللي بيغلطوا بحقنا وبيأذونا. صراحة أختي قرارك مبين بعيونك، طبعا ما حدا في لومك أبدا على قرارك هذا، بس أنا بدي خبرك يا أختي أني قررت أني بدي روح وأخذ بيا معي.